صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز، وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده هنتعرف مع بعض على اداه مهمه جدا للويندوز او للكمبيوتر، والاداه دي اسمها برودكت كي سكانر. اداه بسيطه جدا بتتفتح عندك على الكمبيوتر، بتسهل عليك معرفه كلمات السر او السيريال نمبر اللي موجود عندك على الكمبيوتر، بحيث ان انت لو حبيت تغير جهاز الكمبيوتر الخاص بيك ومش عارف السيريال نمبر الخاص بالويندوز او السيريال نمبر الخاص بالاوفيس او اي برنامج تاني، تقدر عن طريق الاداه دي ان انت تعرف كل المفاتيح او كل السيريالز نمبر اللي موجوده عندك على الويندوز. يعني لو حبيت تغير جهاز الكمبيوتر الخاص بيك ومش فاكر السيريال نمبر الخاص مثلا بنظام التشغيل اللي هو الويندوز، او مش فاكر السيريال نمبر الخاص ببرنامج زي الاوفيس او اي برنامج تاني انت كنت سجلت السيريال بتاعه قبل كده، تقدر بكل سهوله عن طريق الاداه دي انك تعرف السيريال نمبر اللي متسجل قبل كده وتستخدمه في الجهاز الجديد ان شاء الله. وكمان تقدر تسحب اي سيريالز موجوده قبل كده في هارد تاني خارجي متثبت عليه نظام تشغيل وموجود عليه سيريالز قبل كده لويندوز او لاوفيس او لاي برنامج تاني، تقدر بكل سهوله انك تركب الهارد ده حتى لو مش هارد اساسي على الكمبيوتر، وتقدر انك تعرف كل السيريالز اللي موجوده جوه الهارد ده، وبالتالي تقدر تنسخ السيريالز دي وتعيد استخدامها مره تانية. وفكره عمل البرنامج سهله جدا، كل الفكره انك بتنزل البرنامج على الكمبيوتر وتبدا ان انت تفتحه وتسيبه شويه هيبدا يعمل سكان لكل ملفات الريجستر اللي موجوده عندك في الويندوز، ويبدا يستخرج لك كل المفاتيح اللي موجوده عندك في النظام، وبيظهر لك كل مفتاح وجنبه البرودكت بتاعه او النظام بتاعه او البرنامج او الويندوز اللي متسجل عليه السيريال. وفي نهايه الفيديو يا صديقي اتمنى دعمك معايا للقناه ولايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور مدونه جروب الصفحه على فيسبوك. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش انك تدعم القناه، ضروري جدا. ولو عندك مشكله تقدر تتواصل معانا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وكمان فيديوهات التيك توك، ولو عندك مشكله تقدر تبعت لنا على رسائل الصفحه. هنبقى متاحين من الساعه 1 الظهر ان شاء الله لحد 7 المغرب يوميا الا يوم الجمعه، وبس كده.